أهلا وسهلا، معنا صالح عبيد ماجيشن. طبعا راح يكون له تجربة مختلفة ومميزة في ألعاب الخفة. طبعا في ضحيتين هنا والله أعلم، ما أدري وش بيسوي فيهم، راح نسأل صالح ونشوف وش بيصير. أهلا وسهلا. يا هلا فيك. أول شيء أعرف نفسي صالح عبيدي، ممثل انترناشونال ماجيشن سوسايتي الاتحاد الدولي للخداع البصري. حنسوي حاجة في فن التخاطر والإيحاءات وفن علم الطاقة. حلو. معاهم تمام، هم ما حيشوفون ايش بيصير، بس احنا والمشاهدين حنعرف ايش صار. تمام. طيب ابيك تتفضلون معي قدام الكاميرا كذا، خلوكم جاهزين. تحتاج الصوت؟ لا لا عادي، هم المايك تحتاج، حيبان كل حاجه معنا. اوكي ببين. يلا اللي حس بلمسه يرفع يده، اشرع على مكان اللمسه بيدكم الثانيه. اوكي نزلوا يداتكم، خلوكم مغمضين عيونكم. اللي حس بلمسه يرفع يده، اشر على مكان اللمسه. طيب افتح عيونكم، انا ما لمستك ترى ابدا، انا قاعد المسه وانت اللي تحس باللمسات. وكلهم شاهدين. مستحيل والله ما لمست، كلهم لمسني. انا حسيت باللمسه. نعم اي نعم. طيب خلونا نصير جنبكم. ايوه حسيت انه احد يلمسك. اي صحيح. تتكلم جد؟ اي نعم والله. ولا انت متفق معاه؟ لا والله ما متفق معاه. حلو. كيف طيب وش هذا الشعور؟ طبعا هتدخل فن التخاطر. التخاطر لها عده انواع، تخاطر عقلي، تخاطر حسي، تخاطر جسدي. فاحنا ربطنا مجالات الطاقه بينهم الاثنين، فصاروا زي البدي الواحد. مجرد اني المس واحد حيحس الثاني باللمسه، مجرد اني اضرب ابره فيه حيحس بالالم، مجرد اني احط حراره حيحس بالحراره وعكسها. فهو في كونكت بينهم الحين. كان جميل. ان شاء الله ما تحسوا بالاخرين وبتجاربهم المؤلمه، لكن تحسوا فيها وهي مفرحه وسعيده.